البعض يرتكب ذنوبا أو ذنبا ثم يبرر هكذا، يقول أنا ارتكبت الذنب الفلاني، وبعض الناس الذين لا يرتكبون هذا الذنب يرتكبون ذنوب أسوأ من ذنبي، أنا أحسن منهم. الشاب ينظر إلى النساء نظرات محرمة، يقول له لماذا تنظر نظرات محرمة إلى النساء؟ يقول البعض لا ينظر نظرات محرمة إلى النساء ولكن يفعل شيء أسوأ، أنا أحسن منهم. البنت تخرج بمظهر محرم، لماذا خرجتي بمظهر محرم؟ توجد بنات لا يخرجن بهكذا مظهر. تقول نعم، هن لا يرتكبن هذا الذنب ولكنهن يرتكبن ذنبا أكبر من ذنبي، أنا أحسن منهن. أولا إذا كان هذا المنطق صحيحا فالمجرمون أيضا يبرر لهم بنفس المنطق. شخص سفاك للدماء يقول أنا أحسن من غيري، يوجد بعض الناس أسوأ مني يرتكبون ذنوبا أكبر من ذنوبي، كلامه صحيح بالفعل، يوجد بعض الناس أسوأ مني، يقبل هذا التبرير للمجرمين؟ المنطق نفس المنطق. الصحيح أن تقول فلان أحسن مني فأسعى أن أكون مثله، لا أن تبرر للجريمة بهذا التبرير.